يعطيكم العافية. هسه راح نبلش آخر موضوع، موضوع كثير سهل وبسيط، هو الجيرز. الجيرز قبل ما تنتقل وتحله، هسه بدك تعرف شغلة واحدة، إنه في علاقات بتنقل لي التورك وبتنقل لي الزاوية بين تو شافت مربوطين بجير. تمام. فأنا عندي علاقة نقل التورك وعلاقة نقل الزاوية. انا هسه لما بدي اجي احل اي سؤال بالجيرز، بدي اعرف كيف انقل التورك من شافت لشافت مربوطين بجيرز من بعض. هسه بكون عندي انا مثلا مسنن زي هيك، جير مربوط بمسنن ثاني ملزق فيه. هسه مساك من الحجم، هذا له قطر A وهذا له قطر B. هسه مشان انقل التورك اللي هون للي هون مشان يلفوا، بدي اطبق علاقه، يعني مشان اعرف التورك اللي جاي على الشافت هذا مثلا اسمه بي سي، وهذا كان اسمه مثلا اي بي اي اي دي مثلا. التورك اللي على اي دي، تورك اي دي على النصف القطر المسنن على تورك بي سي على نصف القطر المسنن، هيك انا بنقل التورك. فانا ايش بكون معي؟ مثلا بكون معي تورك اي دي، تمام، بكون معي تورك اي دي ومعي الار اي ومعي الار بي، فبطلع التورك بي سي. فلو بدي احسب شير ستريس هون، لو بدي احسب شير ستريس هون، شو بعمل؟ بحكي التورك بي سي على في سي على جي. تمام. فالفكره اللي صارت عندي انه بدي اعرف انقل التورك مشان اعرف احسب الزاويه. بحكي لي انه الزاويه للاي دي مضروبه في الديمين في الراديوس للمسنن A بيساوي الفاي بي سي في الراديوس سي. تمام. فانا لما اطلع الزاويه فاي اي دي من خلالها بقدر اطلع الزاويه فاي بي سي. فكله هذول علاقتين راح استعملهم على اي سؤال جيرس، بس مش راح استعملهم حي الله ضرب وجمع وزي هيك، لا، راح احتاج اكثر من شغله. راح احتاج يعني وانا بحل اني اتخيل الشكل شوي، عشان هيك الموضوع شوي مش ممتع. طبعا راح نشرح الاربع جيرز، راح نشرح التو جيرز. فلو كان عندي سؤال زي هيك، في عندي تورك، في عندي تورك جاي على الشافت اي بي او نفسه هذا، بتقدر تحكي التورك اللي هون على البي سي، بس هو فعليا خلينا على اي تورك، والله بنعرف على اي وحده بتلف، بس هاي اللي بتلف، هاي اللي بتلف هي اي بي. تمام. فانا بدي احكي التورك اي بي. اول شغله بدي اعملها، اول شغله قبل ما تبلش انقل التورك، فبدي احكي انا التورك اي بي على ار بي بيساوي التورك اي اف. لاحظ ما حكيتش تورك دي اي، ليش؟ لانه مسنن هون فببلش الف من هون. تورك اي اف على ار اي، ار اي كم؟ 6. تمام، يلا بننقلهم، بنطلع التورك كأرقام. التورك هنا اعطاني اياها 1.2، الار هاي اعطاني اياها 4.5، الار هاي بده اياها، وهاي 6. فالتورك اي اف بده يكون عندي 1.6. فهيك انا هسه لو بدي احسب مثلا شير ستريس هون، او بدي احسب الانجل اوف تويست بالبار هذا، شو بدي اعمل؟ بدي احسب هذا الشيء. طيب انا طلعت التوركات 1.2 و1.6. ثاني شغله هسه مثلا بحكي لي اوجد الانجل عند اي، اوجد الانجل عند اي. شوف علي، بس انا هذا الجسم، هذا الشيء بلفه، تخيل انك بتلفه، بس لما تلفه هذا الجيرز ببلش يلف، بعدين هذا الجيرز ببلش يلف وراه، بس يلف وراه بتلف هاي البار، بس هون ما بلف، ليش؟ هون ثابت. فهاي الجهه فعليا ما بلف فيها الجسم. يعني لما تحكي فاي اف تحكي لي فاي اف تساوي زيرو، ماشي؟ فاي اف بتساوي زيرو. فهسه شو اللي بدي اعمله؟ لما بدي احكي فاي اي، راح اقول لك انه فاي اي راح تساوي فاي اي بي زائد ايش؟ زائد دوران المسنن نفسه فاي بي. انا هذا بدي اوصل لك اياه، انه فاي اي بي زائد فاي بي بيعطيني زاويه اي، لانه انا اللي بلف عندي مش بس الرود، بلف عندي برضه المسنن، فزاويه ميلان الدوران هذا زائد المسنن بيعطيني زاويه اي، ففاي اي بتساوي فاي اي زائد فاي بي،
طيب هسه انا فاي اي بي بجيبها سهله، اي شيء بيكون حرفين بقدر اجيبه. شو بقى كيف بقدر اجيبه؟ بحكي تي اي بي في ال اي بي على ال ار على جي في جي كيف. صح صح. طب فاي بي من حرف، يعني ما في طول عندي ما في شيء، كيف بدي اجيب فاي بي؟ بقول لك امشي عكسي. كيف يعني امشي عكسي؟ انا لما بدي انقل التورك، لما انقل التورك كنت امشي من الجزء الحر، او لما بدي اوجد الزاويه بمشي من الجزء الحر وبوقف. صح. هسه لما بدي اوجد الزاويه اللي بحرف امشي من الجزء الثابت وامشي بالعكس. فبالتالي لو انا بدي اوجد فاي اي او انه فاي اي، كيف بدي اوجد فاي اي؟ بدي احكي بالجهه العكس، بدي احكي فاي اف بدي تساوي فاي اي اف زائد فاي اي. تمام. بس فاي اف زيرو، يعني فاي اي اف بتساوي فاي اي فعليا زيرو. ليش؟ لانه ثابت فيكست سبورت ثابت ما بلف. فاي اي اف نفسها فاي اي، فبالتالي فاي اي فعليا راح تساوي تي ال على جي جي. شو التورك؟ التورك اللي نقلته اول شيء، مشان هيك قلت لك بتنقل التورك اول شيء بعدين بتجيب الزوايا بالعكس. فالتورك راح اعوض انا تورك اي اف ضرب ال ال للاي اف اللي هي 12 على جي جي. فهيك انا طلعت الفاي اي، طلعت الفاي اي. طيب لما طلعت معي فاي اي مش بقدر اجيب فاي بي، فبحكي فاي اي في ار اي بتساوي فاي بي في ار بي. فبالتالي فاي اي معي، ار اي معي، ار بي معي، فاي بي معي. لما طلعتها عوضها هون وهي طلعتها بتطلع معك الزاويه اي. هذا هو الجيرز. الجيرز بكل بساطه بتحكي زاويه الدوران هاي زائد زاويه الدوران المسنن تساوي الفاي اي. طيب زاويه الدوران هذا سهل، رود تي ال على جي جي. طب زاويه الدوران المسنن هذا من بجيبه؟ بمشي بالعكس، بحكي فاي اي اف هي نفسها فاي اي لانه هذا جزء ثابت. بطلع الفاي اي بنقل الزاويه وبحل. حدا مش فاهم هذا الشيء لحد هسه؟ تمام. بس زين شوي ما اعطيناش ترى غير التو جيرز هو. طيب انا بشرح لك اربع جيرز حرمه. هذا نفس الفكره تو جيرز. قال لك اذا التورك عندك 200 شو بتعمل؟ بتمشي هذا 200 فانا بدي الف زاويه دوران هذا زائد دوران المسنن هي فاي اي. فشو عندي انا؟ بتطلع فاي ايش؟ دي اي. فاي دي اي مش فاي سي دي، لانه اللي بلف عندك من المسنن وينزل. فاي دي اي شو بدها تكون؟ فاي دي اي او مش فاي دي اي، ار تورك دي اي. بتنقل بتحكي تورك اي بي على ار ار بي اللي هو 60 بيساوي تورك دي اي على 90. بطلع التورك دي اي. والفاي بالعكس بحكي فاي اي دي تساوي فاي دي، بعدين فاي دي في ار دي بتساوي فاي بي في ار بي، بتطلع فاي بي وار اي بي بتطلعها وبتمشي. انا بدي اشعل السؤال، بدي اجعل اربع جيرز انا لجانب الامتحان. وين راح؟ بتذكر هون كان مش هذا، بس يلا بشرحه. مش هذا هو، بس مش هذا الاجاني. الاجاني انا شيء جسم شوي، وهذا طبعا طالب باور وما باور، بس انا بدي اعطيك الطريقه. اول شغله بعملها هسا مش معطيني تورك، انا بدي افرض تورك عندي. افرض هذا السؤال مش هو، ماشي؟ انا بدي اشرح لك فكره، اشرح لك فكره الجيرز. عندي افرض هذا التورك يساوي 100، فانا اول خطوه بعملها بنقل التورك، باجي بوجد هذا التورك، بوجد هذا التورك، بوجد هذا التورك. يلا بحكي تورك اي بي 100 على ار بي بيساوي تورك سي دي على ار سي. يلا طلعت تورك سي دي، صح؟ تمام. هسه التورك اي اف كيف بدي اجيبه؟ بحكي تورك سي دي على ار دي. مش رح تحكي ار سي، لا انا هذا المسنن عندي. اللي بتلامس مع الاي، اللي بتلامس مع الاي، تورك اي اف على ار اي. فهيك انا اول خطوه طلعت التورك. ثاني خطوه بحكي الزاويه فاي اي اف بتساوي نفسها فاي اي بتساوي تي اي اف في ال للاي اف على جي جي. الجي للاي اف والجي للاي اف. هيك انا ايش طلعت؟ طلعت الفاي اي وطلعت الفاي دي نفس الفاي. بس بدي تعرف شغله واحده،
الفرق بين التو مسننات وفور مسننات، فور جيرز تو جيرز، انه لو بدي اوجد فاي اي راح احكي انا فاي اي بدها تساوي فاي اي بي زائد فاي بي، صح؟ هذا القانون الرئيسي. وفاي بي في ار بي بتساوي فاي سي في ار سي، هيك طلعنا ها. هسه فاي سي شو بدها تساوي؟ فاي سي بدها تساوي نفس هاي الطريقه، بتحكي فاي سي دي زائد فاي دي. طيب فاي دي من وين بجيبها؟ بجيبها نقل التورك، فاي دي نقل الزاويه، فاي دي في ار دي بيساوي فاي اي في ار اي، والفاي اي هي نفسها تي ال على جي جي لانها حرف واحد، فعليا فاي اي اف. اما ار دي حرف واحد بجيبها من نقل التورك، اي شيء حرف واحد بجيبه من نقل التورك ما عدا الزاويه اللي له اللي مربوطه بثابت. هذا هيك انا بدي احل سؤال فور جيرز بطبق العلاقات الاربعه هذول. اغلب اغلاط الطلاب بتكون انه ما بيعوض الطول صح او ما بيعوض التورك الصح، بروح بيعوض لو هذا 100 بروح بيعوض مشان يوجد الزاويه هاي بيعوض 100، ما بنقول التورك. فانت خلص بقصها قاعده ننقل التورك من الجزء الحر لعند الجزء الثابت. اثنين، اوجد الزاويه للرود اللي عند الجزء الثابت. ثلاث، الزاويه للرود اللي عند الجزء الثابت تساوي زاويه المسنن. اربعه، بتحكي انقل الزاويه. خمسة، إذا في عندي هسه أربعة جيرز بتحكي زاوية المسنن زائد زاوية الرود تساوي زاوية المسنن الثاني أو زاوية الجزء الحر. زاوية الجزء الحر، إذا هسه مساكنه انه شو اللي بصير عندي؟ هسه نقلنا التورك اوجدنا الزوايا، بعدين نقلنا اوجدنا الزاويه القانون هذا ونقلنا الزاويه، بس لو كان تو جيرز بتكون هي زاويه الجزء الحر هي خلص بتكون الجمع زي ما حكيت، اما لو كان عندي مسنن راح تكون هي زاويه المسنن الثاني، زي ما حلينا قبل شوي. ف الجيرز بشكل عام حد عنده عليها اسئله؟ مش ذاكر السؤال اللي عليهم صراحه. مش لاقي مش مشكلة، بس المهم الفكرة ها هذا اللي اجاني هذا ها يا هذا يا شيء لفوق بيجي عمودي بتذكر. خلص مش مشكلة. طيب شابتر 3 انتهى ترى، يعني خلص ما ضل اسئلة، بس الباقي للممارسة. اذا انك انت فهمت الفكرة امورك بتمشي. ها تلاحظ اربع جيرز بس هون اصلا يعني ما اوجد فاي اي ما حل ولا حل. هي طلع هذا اللي انا حكيته. طبعا لاحظوا انه لو كان عندي اربعه جيرز، شو حكى لك؟ حكى لك انا بقدر احله بصيغه عامه، يعني انا لو عندي فاي اي، هاي فاي اي بدي اوجدها، بقدر اني ما احل اللي حليته كامل، واشتق العلاقه نهائيه انه اقول لك فاي اي بتساوي تي اي في ال على جي جي مضروب في هذا الشيء، الان اللي هو شو يعني الان؟ الان يعني لو عندي هذا 60 وهذا 40 مثلا، ف 60 على 40 هي الان، يعني هي العامل المضروب بالار، العامل المضروب بالار ان ار سماها. فانا فعليا لو بدي اوجد الزاويه عند ايه، بدل ما احل كل التخبيص اللي حليته بقدر احله بمعادله عامه. يعني بالمختصر لو اجاكم اربع جيرز يا اخوان فتوا على هاي العلاقه وطلب منك فاي ايه، ممكن يجيبها الدكتور هذه حسب رح تجيك مش عارف. حد عنده اسئله؟ نعتبر انه انهينا التشابتر. صعب؟ حد عنده سؤال؟ يسأل. بطفي الريكورد وبحكي عادي. هاي اسئلة انترتينمنت. ركزوا عليها زي اللي شرحتها. في احتمال يجي الجيرز ولا فيش احتمال؟ والله صراحة على مدار ثلاثة فصول ما اجى. فما بعرف.
لأن الدكتور أصلا ما ركزش عليه يعني. دائما كل فصل هيك في شغلات ما بركزش عليها وشغلات بركز عليها هي اللي بتكفى. بس إذا عرفتوا بس عرفتوا كيف اسمعوا التركات بكل بساطة الأسئلة يعني خلاص. إذا أنتوا هسه شابتر 3 درستوه حابين تروح الأسئلة بتجي عليه، بتيجي الأسئلة على هذا الإشي زي هيك مثلا وجد زاوية أو وجد سيرستس، بس بكون عكس لك التورك ممكن ما يعكسه عادي. فبدك تعرف إنه لما تطرحه تجمع هذا تريك يعني. هذا اسمعوا، اجي سؤال على شابتر 3 راح يجي سؤال على طرح الدكتور او زي الاسئله اللي حليته متوقعات من الملفات الثانيه. يجي هذا السؤال بشوف. انا ما اقول لك والله اجي فصل الماضي هذا مش ذاكر واحد، اجي سؤالين ورا بعض نموذجين، هذا نموذج ونموذج ثاني، بس مش كان هذا هذا سؤال اجي هذا زي ما هو اقسم بالله زي ما هو. انا فوت بس حطيت 1.3 4 3.2 والفرع الثالث كان اوجد من A ل B او من B ل D يعني اجمع. يعني اقول لك شو كان طالب، كان طالب مره الانجل اوف تويست هون والانجل اوف تويست هون، والفرع الثالث اوجد الفاي اوجد الكليه يعني مره اوجد هاي ومره اوجد هاي ومره اجمعهم ثلاث افرع. طب هذا 6 علامات او 10 علامات يعني لما كان المت 5 اسئله و10 علامات شو يعني 5 اسئله و10 علامات 5 اسئله 50 علامه يعني السؤال عليه 10 علامات. طب تخيل هذا السؤال تفوت على الكتاب وتجيبه زي ما هو 10 علامات، اقول لك غير رقم تروح تطبق بس هون تغير الرقم تغير تجيب برضو 10 علامات، من 10 علامات بتنجح.